المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم تحلية سهلة وسريعة بدون فرن. نبدأ على بركة الله. لدينا لتر من الحليب، وياغوت من نكهة الشوكولا، وزن كل علبة 80 غرام، وأربعة معالق كبيرة من السكر، وبودرة مستحضر فلان بنكهة الشوكولا وزن كل علبة 6 غرام، وملعقتين كبيرتين من بودرة كريم باتيسير أو كريمة الحلواني، ويمكنكم تعويضها بالنشا. ولدينا كيك، أي نوع من الكيك؟ أولا أبدأ بتقطيع الكيك على شكل قلب. بعدما قمت بتقطيع الكيك على شكل قلوب، أبدأ بإلصاق قطع الكيك مع بعضها البعض بالشوكولاتة. الآن أمر إلى تحضير الكريمة. أضيف السكر إلى الحليب وبودرة كريم باتيسير، كما قلت يمكنكم تعويضها بالنشا. وبودرة مستحضر فلان بنكهة الشوكولا. ثم أضع الكل فوق نار متوسطة حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان. بعد أن وصل الخليط إلى درجة الغليان، أقوم بإزالته من فوق النار، ثم أضيف له ياغورت بنكهة الشوكولا. قليل من الخليط في قالب مفروش بورق الطبخ. وأدخل الكريمة إلى المجمد لمدة 5 دقائق. بعد أن تماسكت طبقة الكريمة، الآن أقوم بوضع قطع الكيك، ثم أضيف الكمية المتبقية من الكريمة. هذا هو شكل الكيك من الداخل. قمت بتزيينه بكريمة وبكرز مصبر وبحبات الشوكولا، والتزيين يبقى حسب الرغبة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك.
وتنزل في رعاية الله.